يواجه فريق الدم والذهب الترجي اليوم الأربعاء 3 ماي نظيره النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري في كلاسيكو تونس. من المتوقع أن تشهد عناصر الأحمر والأصفر غياب العديد من الركائز الهامة على غرار بن عياد والهوني المصابان وكذلك بن رمضان. على الأرجح أن يدخل الكوتش نبيل معلول اللقاء بالتشكيلة التالية: الصدق الدبشي، عمام اليعقوبي، بن علي، بن حميدة، كوليبالي، الوهاب المهري، بوغرين البدري، وبن حمودة. وتبدأ مجريات المواجهة في حدود الساعة 5 بإدارة الحكم الجزائري لطفي بكواسة، علما وأن قمة كلاسيكو تونس ستكون منقولة مثل العادة على قناة الكاس القطرية الثانية. من جانب آخر، علم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريقي الترجي والأهلي بتواريخ مقابلتي الذهاب والإياب ضمن نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. تقام مقابلة الذهاب يوم السبت 13 ماي 2023 وعلى ملعب حماد العقربي برادس، في حين تقام مقابلة العودة في القاهرة يوم السبت في انتظار تحديد توقيت انطلاق المقابلتين، العودة يوم 20 ماي. ختاما، دارت عشية البارحة الثلاثاء الدفعة الأولى من منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج الخاصة بقسم النخبة في كرة اليد السواعد الترجية، حيث عرفت فوزا جديدا للترجي وانتصارا معنويا لبعث بن خيار. الترجي وبعد فوز البارحة وعلى حساب سقية الزيت مر على السوبر بلاي اوف في صدارة المجموعة الثانية ودون أي هزيمة. جدير بالذكر أن الترجي تأهل إلى المرحلة القادمة من البطولة صحبة نادي سقية الزيت والإفريقي، وإن البطاقة الرابعة ستكون محل رهان بين النجم ونسرة بولبا خلال الدفعة الثانية من هذه الجولة السادسة، والتي تقام منافساتها غدا الأربعاء اليوم 3 ماي بداية من الرابعة بعد الظهر. ونتائج الدفعة الأولى لليوم كانت كالتالي: المجموعة الثانية الترجي نادي ساقية الزيت 36-27، بكارم المهدية بعث بن خيار 27-28، والترتيب النهائي لمرحلة التتويج الخاصة بالمجموعة: المركز الأول كالعادة الترجي 21، في المركز الثاني نادي ساقية الزيت 14-3 بعث بن خيار 13، وفي المركز الرابع مكارم المهدية ب6 نقاط.